السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ اليوم الفيديو أحكي لكم عن أنواع المساحات اللي أستخدمها بالرسم، وأشارككم بعض الأشياء اللي اشتريتها، هم للرسم، ألوان وأشياء يعني شوية تخص يعني اللي محتاجتهن وأشياء للرسم. أول شيء راح أبدي بهاي نوع شو اسمه نوع الألوان. نوع الالوان اللي اشتريتها دنيا هي تقريبا 12 لون دنيا. الماركه مالتهم اسمها هلو بيبي. انا ما جربتهم يعني صراحه، راح اجربهم وياكم. هاي النوعيه اجربهم وياكم ونشوف شو اسمه مالتهم، النوع يعني الخط وال يعني النعومه مالتهم. اول واحد هسه هذا اللون، اللونين، شوف